السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتفعيل الملايك عشان يوصل لكم الجديد، والآن وفيكم بأسعار ومواعيد القطارات من الأقصر إلى أسيوط 2024. نبدأ رقم القطار 989 عن قطار إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 67، الدرجة الثانية 38، وقت الإقلاع الساعة 1:15، وقت الوصول الساعة 5:15. رقم القطار 981 نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 120، الدرجة الثانية 80، وقت الإقلاع الساعة 9:10، وقت الوصول الساعة 14:25. رقم القطار 983 نوع القطار اكسبريس مكيف اسباني، الدرجة الأولى 67، الدرجة الثانية 38، وقت الإقلاع الساعة 10:55، وقت الوصول الساعة 16:10. رقم القطار 935 نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 120، الدرجة الثانية 80، وقت الإقلاع الساعة 12:30، وقت الوصول الساعة 16:55. رقم القطار 2007 نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 120، الدرجة الثانية 80، وقت الإقلاع الساعة 18:30، وقت الوصول الساعة 22:45. رقم القطار 977 نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 120، الدرجة الثانية 80، وقت الإقلاع الساعة 19:30، وقت الوصول الساعة 23:45. رقم مع القطار 1903 نوع القطار اكسبريس مكيف اسباني، الدرجة الأولى 67، الدرجة الثانية 38، وقت الإقلاع الساعة 20، وقت الوصول الساعة 12:30. رقم القطار 2009 نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 120، الدرجة الثانية 80، وقت الإقلاع 21:10، وقت الوصول 1:30. رقم القطار 997 نوع القطار اكسبريس مكيف اسباني، الدرجة الأولى 67، الدرجة الثانية 38، وقت الإقلاع الساعة 23:35، وقت الوصول الساعة 3:50. رقم القطار 89 نوع القطار خدمة خاصة توربيني، الدرجة الأولى 67، الدرجة الثانية 38، وقت الإقلاع الساعة 23:59، وقت الوصول الساعة 5:00. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواعيد القطارات من الأقصر إلى أسيوط 2024. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.